تسأل السائلة: ما حكم الموضة التي ظهرت في أوساط النساء من لبس العباءة الضيقة التي تبين تقاطيع جسد المرأة مما يحدث فتنة للرجال؟ هذه ليست عباءة، هذه فتنة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات لابسات ألبسة غير ساترة، ولهذا قال عاريات، لأن سترهن، لأن لباسهن غير ساتر، فهو لباس لكنه غير ساتر، فهن عاريات في الحقيقة. والعباءة الضيقة من هذا النوع، من الكاسيات العاريات، نسأل الله العافية. نعم.